منكم خيمه بعد كده تقع كلكم. انت ليك وش تتكلم يا سهموش انت؟ اخلص تعالى ما تكلمش المعنانه بالطريقه دي. انت اللي تخرس يا غبي. غريبه محدش ما بيهدك. ما تقولش واد. ما تيجي تاخد لك انا مين؟ مش دلوقتي. الله 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 ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا اللي كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم واحنا متخفينا صدقناكم. الواد لازم يتقدم يا معلم. بس تسكت يا بغل. حد يبقى بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه سيبه. تمام كان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامي. تلميذ في شغلنا سافله بنت 60 كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله. وبقى عندك صنعه محترمه تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغله محترمه دي؟ ده الحراميه احسن مننا. على الاقل الحرامي بيسرق عين عينك ومعروف انه حرامي، لكن احنا بنسرق الناس بسم الله، بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخل. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصه الكلام ايه دلوقتي؟ خلاصه الكلام ما دام اعترفت انكم حراميه ولا 60 كلب يبقى ناخد حقنا. ما انت بتلهب تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه هتلهب التلت ده يا غبي؟ تديه لامك. امي انا ما بتكلمش عن نفسي وبس، انا بتكلم نيابه عن كافه الشحاتين المحترفين زمايلي، وانني اليوم لابد. اوعى يا ولا سيبوه. انا بقى ادي التلت لامي. ويبقى سلم لي عليه. هاتو والسلام امانه يا غبي. عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس انفرادي. ينصر دينك، انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا. ربنا وياك.
برضه ما جاش. هو مين ده اللي ما جاش؟ اللي انت بتدوري عليه. انا ما بدورش على حد. اما مش ده مطعم؟ ايوه مطعم. انت جاي تتغدي بقى؟ لا مش للدرجات يعني. مش بالظبط بالظبط. هو ما جاش ليه؟ مش عارف والله. اسبوع بحاله وانا باجي ادور عليه كل يوم وبرضه ما جاش. دي اول مره يتاخر فيها بالشكل ده. طيب طيب هتقعدي؟ لا طيب همشي. ليلتك فل يا فل. عايز ايه يا سي زيف؟ زفت برضه. مش عاجبك الزفت وعاجبك الغبي قوي؟ لما انت وانت صغير كانت امك بتدلعك تقول لك ايه يا حمار. الله يسامحك. زعلت قوي؟ ده الحمار هو اللي يزعل. يعني انت مروق قوي يا اخويا النهارده يعني. مروقش ليه يا خليل؟ الله عاجبك الرميه اللي انت فيها دي. يا انت صاحبي من زمان، انا اللي اكتشفتك وما يهونش عليا تتلقح التلقيحه دي. عايز ايه يا غبي؟ عايزك تعقل يا ابن الحلال وتبطل تقوم الخلق علينا. وهندي لك بدل التلت النص يا عم، وما تقولش لحد. واذا ما كنتش عايز اشتغل لحساب اهو، ده اللي مش ممكن ابدا. نجوم السما اقرب لك، مش هتقدر تفلفص مننا، كان غيرك اشطر. اعقل يا ابن الحلال وبدل رميتك دي قوم اشتغل. وان حاولت تلعب بديلك كده ولا كده يا برطوشي هتعملوا ايه يعني؟ هنشحت منك رقبتك. فكر يا ابن الحلال وانت فلاح قراري ومش غبي. ايوه هنبقى انا وانت اغبياء يا غبي. انت فينا بقى؟ العيد قرب واحنا منقيين لك مكان. سو 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 كل. لما لضتني وهتكون فاكر نفسك مهم قوي ولا حاجه، ولا يعني مدين الناس بقى وهتجبي عليهم بقى والحاجات العقد بتاعتكم دي. تفتح تقول لي ايه اللي اخرك؟ انت مش ليك فلوس؟ مش مفروض تيجي تاخد حقك يا ستي؟ هو يعني حقي هيروح؟ طب ايه اللي غيبك عني 11 يوم في الشغل؟ يعني اصل الـ 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 الجماعه اللي كنت بشتغل معاهم كانوا تعبيني شويه. انت بتشتغل ايه؟ يعني بشتغل مستثمر أجنبي؟ ده منظر واحد أجنبي؟ أصلهم دايما يقولوا مستثمر أجنبي. لا يعني أنا مستثمر كده على قد حالي. يعني زي ما تقول رجل أعمال. أيوة أعمال حرة يعني على باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله، أمال يعني على باب الشعرية؟ يا بنت الإيه، دمك زي العسل. أديك حقك وانصرف أنا بقى. تنصرفي تروحي فين؟ أروح شغل. لا شغلك إيه؟ اقعدي تتغدي. أتغدى؟ لا يا عم، حد الله بيني وبين المطعم الغالي ده. ولا غالي ولا حاجة. ايوه طبعا، ما انتوا تقولوا كده مستثمرين بقى واكلنا ولعة. ولعة ايه بس؟ لسه مستثمرين في اول السكة. يا دوبك اعمل. بكرة تكبر يا خدامك حسنين. وانا عايدة ومش هقول لك خدامتك. خد بقى يا عم ايه؟ فلوسك اهي. فلوس ايه؟ والله ما انا واخد حاجة. عليا النعمة اللي انت واخدها. انا وانا بقول لك شوفت حاجة انا شوفت حاجة. علي النعمة ويمين على يمينك، لا انت واخدها. ايه مش حاجة بقى، شغل فلوس على شغل فلوس. لا واخد فلوس بقى. عشان تعملها لي حلوة نفس الوانة وتقول لي نتقابل كل يوم وحاجات زي كده. عندك مانع؟ لا نتقابل بكرة. خلاص بكرة بكرة.
ربنا يكرمك. نو دولار ايجيبشن ماني تشكر. سعد عاجز النظر، الهي ربنا يكرمكم، الهي ربنا يخليك. نو عمله صعبه ايجيبشن ماني. يبقى كده انت ايه يا كده؟ زي المنشار طالع واكل نازل واكل. وانت مالك انت يا جدع انت؟ انت عايز مني ايه؟ لما في زبونه الا لما يديلك. وانت هتنق عليا ليه؟ لو انت فاكرني مش واخد بالي منك، ما انت بتكسب ذهب انت راخ والفلوس نازله راخه عليه. الله انت بتشوف ولا ايه؟ قال لو انت فاكرني يعني عشان اعمى ما اشوفش. انا من عيله كلها تعيم لكنها موهوبه. انا خالتي بتشتري الخضار على عجلي، وعمي بيصلح ساعات. بيصلح ساعات؟ طب وعمتك؟ دكتورة عينين. ماشية معاك بتام. طب يلا امشي بقى من هنا، امشي لخلوهم يقطعوا لك مناخيرك. يلا امشي امشي. تبدأ المية لما تتجقر تحت منك. الهي ربنا يكرمكم. اهلا وسهلا سعادة البيت. صباح الخير. صباح النور. الهي ربنا يكرمك. نوه دولار ايجيبشن ماني. الهي ربنا يكرمك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اظن مبلغ بسيط كافي. بعد اذن سعادتك. الاعلان جاهز يا سعاده البيت وهينزل بكره ان شاء الله. الاعلان يلفت النظر يا فندم. هيجيب فلوس دوالي 35,000 جنيه للشقة. يا بلاش يا بلاش 35,000 جنيه للشقة. ألو. أهلا سعادة البيه. أيوة سعادة البيه. خد بالك الأيام دي كويس. اسمعني، مش عاوز معه حكتير. وضوح يا فايق، أنت متراقب. متراقب؟ في جهات بتراقبك. والله بقى انت وشطارتك، والشاطر الصحيح هو اللي ما يقعش. زي ايه بيه؟ ما لفتش نظرك حاجة تحت؟ بيغسلوا سلم العمارة النهاردة. سلم ايه؟ أمال قصد سعادتك ايه؟ بص كده. شايف؟ قصد سعادتك التاكسي ولا عمود النور؟ ايه يا حامد الغباوة دي؟ مالي أنا ومالي التاكسي ولا عمود النور؟ أنا بقولك على الشحات الواقف ده. وإحنا مالنا ومال الشحاتين يا بيه؟ لا هما الشحاتين هيلفتوا نظرنا في إيه بس؟ الولد ده ما بيشحتش. إيه؟ خايب؟ ربنا يرزقه يا سعادة البيه. الجدع ده منظره مش منظر شحات، حتى ونمد إيده، حتى ونحط نضارة سودة على عينيه. طب ما يمكن. ما يمكنش، زي ما بقولك كده. كلام كتر علينا والقلق اللي عند الناس زاد من ناحيتنا. العربيين اللي خدناهم على عمارات في علم الغيب، ومشاريع الاكل اللي بنقول عليها وبنقبض عليها دواهي، والسمعه اللي طالعه علينا اننا بنتاجر في المخدرات. بس ما حدش بالك عننا. ما هو ده انا لما المسائل بتكبر بيتبص القضايا اللي زي دي بصه تانيه، ويحاولوا يحطوا حوالين رقبتنا الحبل اللي نشرد نفسنا بيه. افتح لي وحياة والدك السخنات دي.
اشتري اخيني. خد. ايه ده؟ ربع جنيه هو بحاله. انا عايز جنيه. جنيه ليه؟ مركب ست زرار في العربيه وعايز جنيه في مشوار زي ده؟ مش من غير البنزين. البنزين غير قرشين ساغ، تقوم انت تاخد جنيه؟ هلا احنا بنسرق. هات يا اخويا هات، احنا بنشحت. خد. ايه؟ جنيه اهو. ماليش دعوه بالشحاتين، كداء الميه. كل زبون ناكف فيا لحد ما يديني الاجره، امال ما بتشطروش على الجزارين ليه؟ قوم يلا يلا بينا. على فين؟ مش انت بتقولي ما تحبيش المطعم ده؟ اه خلاص يلا روح حته تانية. لا انا اول مره اخرج فيها مع راجل. ماني كمان اول مره اخرج فيها مع راجل. يلا. يا ابني اللذينه فانت اول مره تخرج فيها مع بنات؟ أنا أول مرة أخرج فيها يعني في حياتي. معقولة شاب جذاب زيك أنت؟ كذاب؟ كذاب إزاي بقى؟ أهو جذاب. بقول لك أنا مش كذاب. مش كذاب، جذاب، جذاب يعني بيشد البنات المقطعين اللي زيك. أيوة فندق. أه فندق. أنا فندق. فندق ودمك زي العسل كمان. معقولة بقى ما تكونش مقطع السمكة وديلها؟ سمكة إيه؟ ده أنا غلبان وعلى باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله. طب عيني في عينك كده؟ ولا حتى أيام ما كنت في الجامعة؟ جامعة؟ جامعة ايه؟ هذه اللي مستحيلة. ليه بقى؟ لأن أنا ما كنتش في الجامعة من أساس. ايه ما معكش شهادات؟ ازاي بقى؟ معايا شهادة وفاة أمي. لا أنا بتكلم بجد. ما معكش شهادة جامعية؟ لا. أحسن. هما يعني اللي معاهم شهادات عملوا بيها ايه؟ مش كده؟ أنا الحمد لله بكتب أحسن من بتوع الجامعة. على العموم الحمد لله، من حسن حظك بقى إن عقول البنات اتغيرت، لا بقوا يسألوا في شهادات ولا غيره. يعني انت لو اتقدمت لواحده متعلمه مش هتسالك على شهادتك. متعلمه لحد فين يعني؟ يعني لو كانت مثلا معها سكرتاريه. وانت بتشتغلي بالمعهد ده من امتى؟ يا من دي انا ما بتكلمش على نفسي، انا بقول مثلا. ايوه انا بقول يعني مثلا. خلاص ما دام مثلا تقدر تقابل باباها امتى عشان تخطبها مني؟ الله بسرعه كده؟ ليه لا؟ مش انت عاجبها وهي عاجباك؟ وبعدين هي مش متعوده تخرج مع رجاله من غير خطوبه. على رايك؟ احنا في عصر متر الانفاق. وعلى فكره باباها راجل طيب قوي قوي. باباك ايه؟ باباها هي بنقول مثلا. ايوه طب ايه رايك مثلا يعني مثلا في يوم الخميس الجاي؟ خلاص اديك العنوان واقول لباباها. اه يا لهيمه طلع مش هعمل. والاماكن اللي راحها ما تدلش على انه شحات اطلاقا. راح مطعم كويس قوي وقابل بنت حلوه زي القمر وقعد معاها في كتير. يعني البيت طلع ظابط نجاح. والله يا بيه مفيش حد في الدنيا يعمل اللي عمله اخينا ده. عشان تعرفوا اني مش نايم. انا متاكد وعندي معلومات مؤكده انهم بيراقبونا. والحل؟ عايزين يهدوها على دماغنا. انا فاضل لي تكه صغيره والعب لعبتي الكبيره. قصدي يعني مساء الخير. ما ترسلك على بر. صباح الخير ولا مساء الخير؟ يا ستي ما تدقيش. علشان بس اعرف ارد عليك. اقول لك خليها ظهر الخير. ظهر الخير؟ ده انت بنت نكتي. تعجبني عريس. الله عريس؟ اه ما هو ده ملابس اللي على الحبل ومتشيك يبقى انت العريس اللي مستنيه بابا. مستنيه بابا؟ حق بابا مستنيني؟ اه ونضفنا البيت واشترينا دستة جاتو. وما بخرت الشقه بعد الصلاه. بس اوعى تقولي ان انا قلت لك. لا ما تخافيش والختنه الشريفه من هاي. تعجبني اتفضل. يا ساتر يا ساتر دستور. انا اسمي
البرتوشي. ايه البرتوشي؟ الحمد لله دي نعمات ارحم 50 مره. يا بنت يا شقية، طب خش. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل يا ابني. ده مهما فيك. اهلا وسهلا. انا بنتي عايده كلمتني عنك كتير قوي وقالت لي عليك انك انت ابن حلال. الله يخليك. اتفضل يا ابني. اتفضل. شوف يا ابني، مش انا اللي هتجوز، انتوا اللي اخترتم، بس انا بقى عليا النصيحه. اتفضل اتفضل سريح. ونعم التفكير. تحب تشرب يا حبيبي؟ كرسي معسل. يا لالا، انت قلت تشرب ايه؟ كل نفليكس. حاجه ساعه اي حاجه. حاجه ساعه يا لالا. انا يا ابني احب اخد عندك فكره اوضح. انت بتشتغل موظف؟ موظف ايه يا عم؟ شايفني بقول لله؟ لا والله ظريف ودمك خفيف. ده صحيح. عايده كانت قالت لي انك انت بتشتغل مستثمر، بس يعني مستثمر في ايه يعني؟ مستثمر عند ربنا. القرش بعشر امثاله، يعني اللي يدفع قرش يتقيد له بعشرة. عظيم. ده بعد كم سنة؟ بعد ما يموت. بعد ما يموت؟ ده مؤاخذة، أنا مش فاهم حاجة. استثمار يا عم يعني إشي بره وإشي جوه وشغل آخر حلاوة. يعني شغلة كويسة وبتكسب. بتكسب؟ أهي بترزق آخر الليل. بالك الزبون النظيف بيقدر برضه. خلاص يا عيد. أنا كل اللي يهمني إنكم تكونوا سعداء مع بعض. تعيش، تعيش يا عم. تاخد سيجارة سوبر بفلتر مستوردة؟ يا ابني السجاير مضرة بالصحة وبالمال. مضرة بمال مين يا عم؟ ده أنا مش عارف أودي الفلوس فين. امسك، امسك سيجارة. يلا خلي الخواجات تسترزق، يمكن يكونوا بيجروا على أيتام. امسك. طيب يا سيدي أشكرك. أنت مش قلت إنها مضرة للصحة؟ لا بلاش. لا والله دمك خفيف. الحاجة الساعة يا ولاد. احنا هنقعد دول طول النهار حاجة ساعة وحاجة سخنة؟ ما انت عارف كل حاجة بالمفتشة. خليها شربات بقى. حاضر يا سيدي، نخليها شربات. الشربات يا نانا. الله، انت ما صدقت. ما تضغطيشني بال مدلوقين عليك. ألف مبروك يا بنتي يا حبيبتي. بس برضه ما تضغطيش. الظاهر يا ابني ده هحبك، لأنك هتشرفني وهترفع راسي، لأني من زمان نفسي يبقى لي ولد أفتخر بيه قدام الناس. مالك يا لاجا؟ مش في الفورمة يعني. وبعدين ده الدنيا حلاوة والقباية كتر والشغل بقى هنا. شغل؟ شغل ايه يا خليل؟ لو انت فاكرنا بني ادمين. امال احنا حلالين؟ طبعا بني ادمين. ده اللي تغلبه لعبه هنا. الدنيا دلوقتي اتغيرت، والجدع هو اللي يطلع القرش من جيب الناس، ومن احنا مش حرامية يبقى احنا اجدع ناس. ناس؟ تجدع ناس منين يا خليل؟ طب احنا نقدر نتجوز ونبقى بني ادمين؟ طبعا يا جدع. نتجوز اي واحدة، اي واحدة بتاعت غرزة بتبيع حمص الشام، بتبيع دورة، بتلم سا 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 سبارس. تتمناك سبارس ايه وغرز ايه يا خليل؟ انا عايز ابقى محترم، عايز الناس تفتخر بي. محترم؟ محترم ده ايه؟ وعاد تكون مصدق الشياكه اللي انت فيها دي. ده ديكور، ديكور احنا اللي عاملينه. انت من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. انت شحات، شحات، ولازم تعيش على انك شحات. شفت يا خليل؟ اديك لفيت لفيت وقلت شحات. الواحد هيبقى محترم منين بقى؟ انت محترم بقرشك. معاك قرش تساوي قرش، واوعى في يوم تبص لفوق.